القلب والخوف. بيّنت الأبحاث القلب الصناعي أن للقلب دوراً أساسياً في الخوف والرعب. وعندما سألوا صاحب القلب الصناعي عن مشاعره قال بأنه فقد القدرة على الخوف. قال أيضاً لم يعد يخاف أو يتأثر أو يهتم شيء من أمور المستقبل. وهذا ما سبق به القرآن عندما أكد أن القلوب تخاف. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورة الأنفال آية 2. كذلك جعل الله من الخوف والرعب في القلب. آية ثانية في سورة الحشر يقول تبارك وتعالى: وقذف في قلوبهم الرعب والله أعلم.